السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي صفحتنا صفحة أفتا وأسبرجة، ورحب بكم بهاي الخاطرة الصباحية. بهاي الخاطرة راح نناقش موضوع جدا مهم يغير هواي من أفكار الأهالي في موضوع استخدامات بعض الأدوية من أجل تعجيل الخروج من طيب التوحد. الموضوع مهم جدا لكل أب وأم عندهم طفل توحدي. الموضوع يناقش سبب مهم جدا في يناقش سبب مهم جدا اللي يسبب طيف التوحد. أخوتي، بالنسبة للموضوع اسمه excitation inhibition imbalance، بالانجليزي يسموه فقدان الموازنة الرزينة بين التحفيز والكبح في الدماغ او التثبيط. فاذا اريد اعلمكم شيء بسيط ومهم، لان هذا يأثر على قراراتكم مستقبلا. هو طبعا معقد جدا من ناحية العلمية، بس ابسطه لكم. قبل كانت النظريات اللي تتكلم عن قضية قلة التداخل الاجتماعي لأطفال التوحد يعني مهتمة جدا بفقدان الرغبة الاجتماعية، وأنا كنت من الأشخاص الذين يعني مقتنعين تماما بهذه النظرية، وأخذت كثير من تفكيري سابقا حقيقة بالتعمق الشديد بالنظرية الثانية اللي هي تركز على فكرة أن هناك في نسبة كبيرة من أطفال التوحد مشكلة في المحافظة على تهيج دماغي معتدل في السلوك اليومي. هذا ما يسمى الموازنة بين شقي الدماغ المعروفين اللي هي التحفيز والتثبيط. بصورة مبسطة، ولأن الأهالي كثير منهم لا يعلمون يعني بعض المصطلحات الطبية العلمية، نقول أن الدماغ يكون عادة في حالة متوسطة من اليقظة، فلا هو متهيج بشدة ولا هو خامل بشدة. الدماغ حتى يحافظ على هذا الوسط في السلوك ماله دائما لديه استراتيجية معتمدة، بحيث عندما يتهيج أكثر من اللازم يعيد نشاطه إلى مستوى الوسطية، وعندما يخمل يستطيع أن يحفز نفسه أو ذاته بطرق يعني خاصة كيميائية في من خلال موصلات عصبية، يحاول أنه يزيد اليقظة مثلا من يشوف حاجة مهمة، من الموقف يتغير، من تتغير الظروف. فهذا بيش يفيدنا؟ خلينا نقول أنه بصورة عامة مثلا واحد بسرعة يصير عصبي، يعني ينفجر على أي واحد. ليش؟ قد يكون عقله متهيج، وتشوف واحد بارد يعني حتى في الظروف الشديدة تشوفه ما يتفاعل، يعني لأن هذا عقله هو خامل. الإنسان المتهيج إذا بقى على تهيجه أو طول حتى يرجع للحالة الطبيعية، سلوكه كثير يختلف عن الإنسان اللي يستطيع أنه ينزل من مستوى تهيج دماغه. فما يحصل عند نظرية فقدان السيطرة في الموازنة بين التهيج والتثبيط، أن العقل التوحدي يتهيج بسرعة، وعندما يتهيج لا يرجع بسهولة إلى الوسطية. فلذلك من علامات هذا التهيج عند أطفال التوحد هو مثلا الخوف، الانفعال، الحركة الزايدة، رغبة الانشغال، يعني ما يحب يقعد إلا يحط بيده شيء أو يحط بحلقة شيء، رغبة الانشغال، عدم الاستقرار الداخلي الذاتي، القلق، الانزعاج من المحفزات الصوتية ومن المحفزات البصرية، من الصوت، الانزعاج من الملابس، كل المشاكل الحسية اللي تحصل قد تكون لها علاقة في مستوى عالي من التهيج. الحقيقة الانفعال السريع، صعوبات التغيير، انتبه عليه، صعوبات التغيير، البقاء على نفس الشيء، التعلق بالحاجات، يعني استمتع بشيء
فبقى مستمتعا عليه، فهذا بسبب التهيج وصعوبات التغيير، التصلب الذهني عند الأسبرجر، صعوبة عليه يغير رأيه، عدم الاعتراف بالخطأ عند الأسبرجر، صعب عليه يقول أنا بيه نقص. كلها أمور يعني لا تعد ولا تحصى، مرتبطة بتهيج عقلي. طبعا الذاكرة العالية، طبعا عدم نسيان المواقف السلبية، الحركات التكرارية، كلها يعتقد بأنها لها ارتباط بالتهيج العالي والبقاء على الحال. فإذا عندنا مشكلة حقيقية، أما سرعة تهيج أو تهيج لا يرجع إلى الحالة الوسطية بسهولة. السبب ما حد ما يعرف ليش، بس يعتقدون أنه موروثات جينية تأثر على منظومة الخلايا اللي هي فيها موازنة بين بين مادتين كيميائية في الدماغ. فاحتمال بعضها أيضا يعتقد بأن العقل التوحدي عقل العقل فيه كثير من التشعبات، وبالتالي الكهرباء تصعد في تلك التشعبات. الموضوع لا يخصكم، هذا أكبر من طاقة المستمع العادي، يحتاج لتخصصي. ولكن ما يهمنا أن اليوم من نقول هذا الطفل يتهيج بسرعة، تحصيل حاصل لهذا الطفل أيضا أن ينعزل اجتماعيا، لأن الطفل يعني كل السلوكيات اللي كنا نعتقد أنه مرتبطة بقلة التفاعل الاجتماعي، وإن كان لتزال هناك مساحة كبيرة لنظرية يعني عدم الاهتمام الاجتماعي أو عدم الرغبة الاجتماعية، ولكني أنا في يعني متابعاتي بدأت أميل إلى أن الشخص الذي لديه تهيج عالي وسريع فإن ذلك هو السبب في قلة التداخل الاجتماعي، لأنه يحسب لكل حساب لكل شيء حساب، وينفعل ويعني يزدحم بالمعلومة، وبالتالي يرتاح عندما يبتعد عن المتغيرات. ومن أكثر الأشياء تغيرا هي العلاقات أو اللعب مع الآخرين، إنما الحاجات ثابتة، فبالتالي البقاء مع الحاجات ممكن أن يكون هادئ لأنها تحت السيطرة وما تتصرف تصرفات يعني متغيرة. فلذلك تلاحظ أن الطفل المتهيج يعني يلعب بالحاجات ولكن لا يقترب كثيرا من الأطفال الآخرين، لأنه يعني يزعجوه بكثرة سلوكهم الغير متوقع. هذا من هذا الجانب. طبعا نظرية قلة التفاعل الاجتماعي تعني أن الطفل ليست لديه متعة في النظر إلى الوجوه والكلام مع الأطفال الآخرين واللعب لهم، فيجد شيئا ما أكثر متعة من اللعب مع الأطفال، فيهتم بالحاجات فيترك الآخرين. فهي نظريات ولكن يمكن الجمع فيها. فأنا أرى التهيج مهم جدا علاجه عند الطفل المتهيج الذي يتأخر في النطق ويتأخر في بناية علاقات مع أطفال آخرين، أو يعاني من مشاكل تهيج منوعة من ضمنها الخوف وعدم الاستقرار وفرط الحركة وغيرها. وأرى أن الطفل الخامل إذا كان خامل وهو توحدي، فإن قلة التداخل الاجتماعي نابعة ربما على الأرجح من قلة الاهتمام بالآخرين وعدم وجود رغبة التداخل، ويمكن الجمع بينهما، وربما إحداهما تؤدي إلى الأخرى والعكس أيضا صحيح. استحضار هذه المعلومات بالنسبة للعقل المتهيج وتأثيره على الطفل مهم جدا، لأن أني بالفترة الماضية علمتكم، أني أبدأ أعلم الأهالي ثقافة جدا مهمة بحيث يكونون جدا متعاونين مع القرار الطبي. أنا هنا أذكر شغلة في بعض التعليقات، بعض الأخوة تكلموا أنه إذا كانت المكملات تنفع الطفل فلماذا لا ينصح فيها الأمريكان أو الغرب أو في ألمانيا أو كذا. حقيقة الموضوع المكملات مطروق من بعض الأطباء وليس جميعهم، ولم يصل إلى مرحلة الاعتماد في البرامجيات العالمية. لكن أنا على مستوى خبرتي واستخدامه وتجربة على المرضى اللي هم يجون، لاحظت أنه المنافع جمع. فأنا يعني جمعت يعني مئات الأطفال الآن، أقدر الحقيقة عندي بحث كبير إن شاء الله أقدر أن أنشره،
ونؤكد هذه الفكرة لأنه وجدت أنا لحد الآن مئات الأطفال تحسنوا بدرجات ومعدل التحسن 30-50%. فمع رقابة مستويات الدم بالنسبة لهذه المكملات احنا نكون في أمان، هي مكملات غذائية ضررها قليل، فبالتالي أنا التزمتها كمنهج علاجي. البعض يقول ما موجود في الغرب هذا الشيء، والله يابا أنا بالنسبة لي مستغرب أنه الغربيين يعني هاملين موضوع التوحد إهمال والله لا يتناسب مع مستوى دولهم العلمية. يعني أنت روح شوف للعراقي العرب اللي قاعدين في أوروبا وفي أمريكا يعني يتباكون على وضع أولادهم، لاكو روضات، لاكو معاهد تدريبية، لاكو برامج واضحة، يعني كله يقول لك روح هو يصير زين، يعني ما في شيء يسويه. عبالك هناك يعني أحدهم والله أخت يعني كانت يمكن كردية قاعدة في ألمانيا قالت يا دكتور والله أنا أعتقد أن الغربيين يحسبوها مادة، الصرف على طفل التوحد إذا نريد نخرجه يعني صرف يعني غير مقابل للموازنة، صعب جدا لأنه التدريب كلش مكلف عندهم والمتابعة، فبالتالي يعني أشبه بأنه تركوها إلى البحوث لإيجاد أدوية وما التزموا كثير مناهج يعني خاصة. فلذلك الكثير منهم يقول لك احنا والله في دولنا عندنا فرصة منا ناخذ منا معلومة نروح معهد كذا يعني نقدر نفيد أولادنا، ولذلك معظم اللي طلعوا بالخارج بحثا عن علاج ما وجدوا علاج، والحقيقة تفاجأوا ولقوا نفسهم انه في بلدانهم هم اكثر قدرة لانه يحسنون أولادهم، لان في البلد مالتك عندك اقلها شيء يدعمك، عندك مثلا أهلك، عندك مجتمع يعرفك، عندك منظومة يعني ما هي متصلبة بالقوانين، يعني ما قدر يفيدك هذا الطبيب تروح لهذا الطبيب، يعني مو إلا تفوت من خلال الفاميلي دكتور مالك، وإذا هالطبيب قسمتك تبقى بعد طول عمرك يشوفك هذا الطبيب. فهناك يعني مرونة أكثر في الدول العربية، وطبعا الدول العربية المتقدمة مثلا في دول الخليج أعتقد هناك تقدم واضح في قضية التعامل مع طفل التوحد، وإن كان أيضا الموضوع لم يصل إلى مرحلة واضحة. المهم هذا التعريج كان مهم حتى نفسر أنه لماذا يعني أنا أعتقد أنه ما أفعله أنا لملمت خبرات دول منوعة ووضعها في برنامج مصغر وبثها للناس من أجل الاعتماد عليها والاستفادة منها، لأن هذا الشيء يعني أنا على مستوى قدرتي الشخصية ممكن أن أنفع به وأزيد انتشاره عن طريق النت. فاليوم حكينا عن هذا الموضوع، موضوع الموازنة بين التحفيز والتثبيط وسببه. أنا كنت قلت لكم بسابق اليوم تقريبا إحنا أنهينا موضوع المكملات، فلأني أنا في هدفي أنا أوصلكم إلى مرحلة تكونون قادرين على متابعة أطفالكم. طبعا حتى بعد انتهاء برامج المكملات ما يحصل عندنا في المكملات احتمال كبير يصير النسبة ليست قليلة من أطفال عندهم زيادة في التحفيز، يعني يصير عندهم حركة وفرط حركة، وبعضهم يصير عندهم عنف. طبعا الأب والأم بينهم من يزيد حركته وهم جايين يريدون يتحسن، ربما يأخذون أنه يقول لك أنا والله هذا زيد فرط الحركة خلي أقطعه، فيفقدون فرصة النفع من استمرار المكمل. ابنك إذا صار عنده فرط حركة في الغالب يعني لا تخاف، هذا يعني مثل واحد يعني صار عنده طاقة زيادة، فبادية الخلايا مال جسمه سواء العضلية والعصبية تستهلك الأكسجين والجلوكوز بالجسم بصورة سليمة. يعني خلني صراحة المكملات هي مثل محسنات البنزين بالنسبة للماتور، فأنا إذا البنزين مالتي فيه محسنات جيدة السيارة مالتي تنطلق فيها قوة عالية، أما البنزين إذا كان غير محسن فإن انطلاقة السيارة ضعيفة. فأنا من أعطي مكملات أتوقع أنه طبعا ليس دائما لكن في نسبة ليست قليلة قد تكون 30% يصير عندي فرط وحركة وأحيانا عنف. السبب لأن الخلايا بدأت تشتغل بصورة سليمة، الطاقة كلها تتحول إلى نتيجة إلى حركة. المشكلة اليوم منظومة المشاعر عندي
كطفل أو السيطرة على الذات لم تنضج بعد لأنها سلوكية. فإذا كان الطفل تحسن إدراكه وتحسن فهمه وزادت حركته فأنا هذا ما عندي مشكلة، أعطيني مجال جسم سيعاود تعديل نفسه. وأيضا أنتم تركزون على أنه يستهلك تلك الطاقة بالحركة الزايدة التقفيز الأرجحة، ثم بعد ذلك سيرجع إلى مرحلة الوسطية والخمول، أو ما نقول الخمول نقول الوسط. فأنا بالنسبة لي أنا ما تخوفني هواية فرط الحركة، ولكن إذا كانت مزعجة فهنا أنا الرجوع للطبيب لأخذ بعض الأدوية التي تقلل من تلك الحركة إذا كانت فوق طاقة الأهالي. فهذه نقطة مهمة حتى لا أحد يعني يتفاجأ، يخلي في باله احتمال عندك فرط حركة، وهذه ما مخيفة لأنها تعني من جهة ثانية أن الجسم يستجيب وأن العقل يتحسن وأن الإدراك يتحسن وأيضا تزداد الحركة أحيانا. فانتبهوا على النقطة هاي. بعد ما وصلنا إلى مرحلة الطفل تحسن إلى مستويات معينة، بدينا أنه نشوف أنه المكملات بدينا نقطعها، الطفل وصل إلى مرحلة من التحسن العام مثلا خلينا نقول، لكنه لم يصل إلى التحسن التام، وبدأ الطفل يعني لا يزال لديه تهيج، يعني ينفعل، نومه خفيف، بعد موجود يعني مثلا قلق ما مستقر. فأني بهالحالة راح نجي نحل موضوع التحفيز الزايد. التحفيز الزايد لازم نقلله. كثير من الأهل هنا طبعا إذا الطفل تهيج نضطر نستخدم مهدئات. معظم الأهالي يخافون من المهدئات لأنها طبعا طفل وحقهم يعني ومهدئات، ولكن أنا أقول يعني لدي مرحلتين من التهديئ. المرحلة للمواد الطبيعية اللي احنا نستخدمها هي الأعشاب اللي موجودة بالأدوية، بعض الأدوية فيها أعشاب مهدئة يعني ما تخوف، يعني أعشاب مثل باسيفلورا، مثل ميلاتونين بالليل، مثل مثلا مركبات الجابا، مثل هذني الكالم السيراب، هذني جامعين مثل يانسون ومدري ايش، مواد يعني هي اصلا تزيد مركبات الجابا بالدماغ وتخلي الطفل يكون اهدأ. اذا كان التهيج بسيطا ففي الغالب يتم السيطرة عليه بتلك المكملات المهدئة اللي هي مركبات عشبية ومتخوف واستخدامها آمن. لكن إذا كان التهيج فوق السيطرة فإحنا مضطرين نذهب للخطوة الثانية اللي هي خطوة المهدئات. المهدئات اللي نعطيها دائما أنه تكون متوازنة بحيث لا نخلي الطفل خامل ولا هو يبقى متهيج. فجرعة تلك المهدئات بإشراف طبيب وبتعاون الأهل والمعهد بحيث يبقى الطفل في وضع غير متهيج وغير خامل. وطبعا الجرعة ممكن نخليها مسائيين، ممكن نسويها جزئين صباح ومسائي، ممكن نسويها ثلاثة أجزاء، ممكن نصعد الحقيقة في جرعة. المهم ما دام طفلك أنه أنت تريده يتدرب لازم يكون وضعه هادئ. أنا لاحظت بعض المعاهد يصرفون 6 أشهر وأحيانا أكثر من أجل أن يجلسون الطفل فقط على الكرسي، يأخذ الطفل عقله كله كهرباء. أنت وين تقدر تقعده بالكرسي؟ وحتى إذا قعد يقعد ثانيتين شو راح يستفاد؟ فأنتوا لا تضيعون الفرص إذا كان ابنكم متهيج وتنتظرون أنه يتدرب على قعدة الكرسي. والبعض يستخدم أساليب عنيفة وشديدة وربط وتخويف وإرهاب في طفل متهيج، هذه والله أنا أشوفها يعني أعطيها مرحلة جريمة. أنا أشوفها ما يصير إنسان عقله متهيج هو مو بيده، أنت تجيب تحصره بزاوية وتغلط تقول له تعال اقعد، يا أدري وين أكو حجي عمي، والله العظيم حتى بشريا ما مقبولة ولا أبد حيوانيا ما مقبولة. فأرجو من أخوتي المدربين خاصة اللي يستخدمون منهج ABA أن يجوزون من هذه الطريقة، طريقة الإجبار على الجلوس في الكرسي بالدفرات. ومثل ما يقولون عندك طرق طبعا استطعت أن الجلسة بالترغيب وبالمتعة وبالهذا هذا أوكي، بس ابنك إذا طفل متهيج ارسل الطبيب قل هذا متهيج مدى أقدر أدربه، ما عندك حل، ليش تضيعون وقت؟ فأنتوا يا أهالي الخوف من الأدوية حقكم، بس يا أخوان وازنوا النتائج.
الدماغ يتغير بسرعة في السنوات الأولى، العمر يمضي، الطفل إذا تأخر واقترب من المدرسة وتأخر نطقه وقدرته على السيطرة على نفسه، ذاك الوقت ما راح نقدر بسهولة ندربه. اللي ندربه هسه بست شهور ونحسنه، هناك راح يحتاج لسنتين. يعني أنت ابنك اللي متعبك هالتعب، إذا تخسر فرص تدريبية حقيقية في السنين الأولى من العمر ما راح تتعوض بسهولة، حتى لو أنت حاولت راح تتعبك هواي. فإذا انتبهوا علي، التوافق الدوائي التدريبي توافق نافع جدا من أجل الحصول على طفل خارج من طيف التوحد. وبالمناسبة وأقولها وإن شاء الله اللي متابعين ويعرفون واللي عندهم أولاد كبار يعرفون، حتى لو استخدمت التدريب بوحده وابنك متهيج وتحسن، فمستحيل يخرج إخراجا تاما. ليش؟ لأن الطفل متهيج، هو الإنسان اللي ما بيطيف توحد إذا متهيج صعب جدا. زين الباقي بيتوحد ستبقى فيه رواسب مزعجة ومؤذية وصعب جدا أن يندمج في المجتمع. فإحنا يا أخي هذا مرض عضوي بيولوجي عصبي، الطفل لديه الخلية العصبية بسرعة تقفز فيها الكهرباء، يعني السيطرة عليها صعبة جدا، وبالتالي مساعدة هذا الإنسان بشيء من المهدئات المحسوبة تكون أنجح وأقرب لمصلحته. والتخوف المبالغ بصراحة غالبا، احنا الآن مع الكل يعرفوني أنا ضد الأدوية، ولكني والله بالنسبة للأطفال المتهيجين الانفعاليين يعني نخسر وقت. حتى ترى الأسبرجر اللي عمره 12 و13 سنة وما يقدر يسوي علاقات، لا عبالكم السبب مالته ما يعرف يسوي علاقات، ولا عبالكم ما عنده رغبة، لا، الأرجحية الأسبرجر عنده تهيج بحيث مثلا يتقرب من الإنسان الثاني، يشوفه مثلا ما افتهمه، صار عنده تألم وبقى بعيد وقال أنا فشلت وحاول مرة ثانية وما نسى، وكل تهيج. أو مثلا يحكي ما يقدر يتابع ثلاثة بالكلام لأنه متهيج عقله. فمشاكل حتى الأسبرجر، أخوتي الأسبرجر اللي كبار اللي ما يقدرون يسوون علاقات وعدهم تهيج عالي، همنا تهدئتهم مساعدتهم على أن يكون دماغهم هادئ يساعدهم جدا في بناء علاقات، بالإضافة إلى التدريبات. طبعا التدريبات تبقى، والأصل في الأمور أن يبقى التدريب، ونساعد هؤلاء الناس الذين تتعقد عليهم مشاكل التدريب من أجل الوصول إلى حالة أفضل. أتمنى أكون فدتكم، وأشوفكم خير وفي أمان الله.